ابنو ضربات هاد الحديده تاع دان سبيتر وقطعوا له جوج البنات الرجلين ديالو. دابا حتى ساحه المدينه رجعت فيها زنيقات واحد. دابا خيلا المراه بالكوتشي ديالك كيفاش تدوز من هنا؟ شركه ديال بوبليسيتي شر اثر الضو. دونك حنا دابا كمواطنين حنا كنخلصوا لهم الضو. جاو عملوا هنايا بلاكا وما عجبتهم شي وزولوها وعملوا وحده اخرى قدامها. اللهم هذا مكرر الشوارع ديال مدينه طنجه راه رجعوا مستعمرين. الناس ما كيجبروا منين يدوزوا. اللهم هذا مكرر. البارح فكروني البارح طلعت مقاطعه طنجه المدينه تقريبا كاملين بهم من الرهراه 7 النواب الرئيس باش يشوفوا البومبيه. الثمن ديال المازوت باش طلعوا خسر من ديك البومبيه اللي غادي تعدي اللي كتهمهم هي الكراسي والبيرو والكليماتيزور والكاس داتاي والحليوه والكرسي كيدور. السلام عليكم. صباح النور اختي انصاف. المناضله الكبيره ديال المدينه العتيقه بعدا كي كيحصل لي الشرف اليوم المره الثانيه كنعمل معك هذا الريبورتاج. اليوم عندنا واحد برنامج خاص غادي نعملوا على بلايك ديال بوبليسيتي ديال وقعت اشهار اللي كيتعملوا بواحد الاعمال عشوائيه. المشكل العويص اختي انصاف هما هاد الالغام هادو. ها هما انتم كتشوفوهم هادو الغام امام مارجيات طنجه تطوان. ها انتم كتشوفوا واحد العدد المواطنين كيجيو لنا هنا مساكن. واحد السيد واحد النهار دخل عليا في الصبعه ديالي ابنه ضرباته هاد الحديده حتى دان سبيتر والله العظيم كيحلب بالله مسكين وقطعوا له جوج البنات ديال الرجلين ديالو. تقريبا كاين اكثر من 350 بلاكا اختي احسان في طنجه وكاملين بهم. وعذاب الغريب في الامر كيزولوا وحده من هنا وكيعملوا ياخرى قدامها وكيخليوها بنفس الارغام ياخرى في نفس المكان ماشي تابعين 10 المترو. هانتوما كتشوفوا عاوتاني ها هي لوحه اشهاريه اخرى. حنايا متواجدين في ساحه المدينه. شوف الكارثه العظمى اللي عملوا هاد الناس. جاو عملوا البلاك هنايا جاو زولوها من هنا وعاود ركبوها هنايا نفس المشكل وزاد المشكل حيت دابا ردوا المتعزن ات واحد زنيقات واحد عندنا في المدينه القديمه. دابا حتى ساحه المدينه رجعت فيها زنيقات واحد. دابا خيلا المراه بالكوتشي ديالها كيفاش تدوز من هنا؟ ها انتم كتشوفوا وعاد المعضله الكبرى هي اماندز. اماندز ركبت المواكن هنايا ركبت واحد هنايا ويا خور هنايا وهما اصلا سارقين الضو من هنا. هما سارقين الضو انتم كتشوفوا الشركه شركة ديال بوبليسيتي شر اثر الضو. دونك حنا دابا كمواطنين حنا كنخلصوا لهم الضو. هما ديال بانوت بوبليسيتي هما كيديو فيها جوج ملايين فرنك في الشهر وحنا كساكنه نخلصوا لهم الضو. هذه هي المعضله الكبرى. نحن نتواجدوا في راس المصلى بين شارع المكسيك وراس المصلى كلوب دو التنس. احنا مرة اخرى واقفين حدا واحد المعضله اخرى عاوتا جريمه بحال اللي كنا صورنا في ساحه المدينه. هانتوما كتشوفوها جاو عملوا هنايا بلاكا وما عجبتهم شي وزولوها وعملوا وحده اخرى قدامها. وفي نفس الطريقه ملي كيجيو يزولوا شي حاجه ما كيعوطوش الطريق. هانتوما كتشوفوا راهي خلاوها كالغام. دابا المواطنين هنايا ما كيجبروا منين يجوزوا الطريق فيها جوج المترو خصوصا ان هذه احد الشوارع الرئيسيه. وفي الشيه كتكون عامره بالمواطنين. قلت لنا كتعرف ان الناس كيجوزوا مجوجين بالكوتشيت ديالهم مع وليداتهم كيضطروا يدوزوا الطريق الطونوبيلات. انا اللي كخصني نعرف اختي انصاف هما هاد المنتخبون هادو اللي طلعوا جداد دابا تقريبا هادي شهرين وما جالسين. علاش دابا العمده انا كنت هضرت مع العمده وقال لي راه انا ماشي نجلس مع اللجنه ونخرجوا لهاد المكان باقي كنشوف ما كاين والو. كنطلب من العمده يعمل واحد اللجنه بحال دائما اللي كنغوط. اللهم هذا مكرر الشوارع ديال مدينه طنجه راه رجعوا مستعمرين. الناس ما كيجبروا منين يدوزوا. اللهم هذا منكر. انا ما كنعرفش هاد الناس عندهم سيارات وعندهم سياره الدوله وعندهم المسائل ديالهم كامله وما كيخرجوش يراقبوا هادشي ديال المواطنين. اللي كتهمهم هي الكراسي والبيرو والكليماتيزور والكاس داتاي والحليوه والكرسي كيدور. البارح فكروني البارح طلعت مقاطعه طنجه المدينه تقريبا كاملين بهم من الرهراه 7 النواب الرئيس باش يشوفوا البومبيه. الثمن ديال المازوت باش طلعوا خسر من ديك البومبيه اللي غادي تعدل. يخرجوا على رجلهم يخرجوا على رجلهم يشوفوا هذه المصيبه هذه. اللهم هذا منكر حيت المدينه مبقاتش كطا دابا نهائيا. الشوارع ديال المدينه كلشي محفر. دابا كتستمع للرخامه كيطلع معاك الماء. علاش ما ينوضوش يعملوا واحد اللجنه ويخدموا المدينه؟ السلام عليكم ورحمه الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.